انت علاقتك بمدير البنك شنو؟ وعلاش طلبتي تخليتك وضايقتي معايا؟ قلتي عني مبطك ما لحق، وقلتي عني صكك عليك، قال السبب الحقيقي شنو؟ هذا من كلام المدير. تقدمي لفوق؟ يقبيك المرعي. هلا مو المدير، سيدي. مدير البنك قال له سيدي. ايه. ايوه. تكيت معه، درت مرات. ايوه. مرة الليلة اللي تضايقنا فيهم مشيت مع أصبح، مرة الأسبوع الماضي ومرة اليوم. ايوه. وتوف. تكيتي معاه الليلة النهار اللي تكيتي معاه فيه، أول مرة تتكي معاه فيه هو اللي جيتيني أنا في الليل وبطيتيني وتضايقتي معاه وقستي لك مع أصبح. ايوه. وقلتي إنك ما إنك حامتيني ولأن متفاهمين. ايوه. وقبلتي طيب قمت أنا وخليتك. منين خليتك رجعتي له؟ تكيتي معاه الأسبوع الماضي. واليوم شخلك؟ اليوم مشيت معاه شهر الدار. ايوه وأنا كم علمت بيه؟ ما نعرف. انا ما يتلفنت لك درت مرات ولا قبلتيني. ايه. ها وانا موقف قدام البنك. ايه. انت تلفنتي لي عقب ذاك كاتريير ادمي ولا سينكر قلتي لي انا راعيني يمكن وفيت شغلتي. ايه. قلت لك اوكي انا في الطريق جاي طبيب الاسنان ولين حانيك القدام. ايه. ها؟ وانا كنت قدام البنك وخلاص. ايه. لو انت جاي قاعد من قدام ولا كنت في البنك. ايه. انا ركبتي معايا. ايه. قلت لك تيكتي مني ورايك متمسك وفيك ريحه المسك. ايه. ها؟ قد انك اعترفتي. وهددتك انا واعترفت وهو انت الفنان وقال عنه ما قال عنه ما حق ما قال ولا قال انت مجنون وتكلم معك بطريقه وقطعت انت والله اللي خلق خليك مره وراعي تلفندي اي ولين تكلموا معه انا مالك الا انا شي اهلك وهذا وذاك بدل خلق وفر ما الا ما بخلتكم شيء ما الا عدتكم ياشر من السي صالح ما الا قلت لهم عنك شيء فيسده وقلت لهم عنهم يخلوا كلمة ابي عزتك بيدي شافتيني بيدي ما نبقيك تنفضحي يا غير ايش سبحان الله انا هو اللي نفضحك مشيتيني عتى انا اللي ما نبقيك كنتي تنفضحي ولا نبقي حد يفضحك انا هو اللي نفضحك لين تو فاهم البنك بعد ايش والله انا كنتي زوجتي راني كلك كنتي زوجتي ومشيتي وزنيتي انا